السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام وأخواتي الفضلات، معكم مصطفى صادق. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتحدث عن أحد بروتوكولات التوجيه في الشبكات اللاسلكية اللي هي من نوع الأد هوك. الأد هوك بمعنى اللي هي البير تو بير، اللي هي الشبكات اللاسلكية المتكونة من أجهزة لاسلكية تتصل مع بعضها بدون وجود انفراستراكشر. يعني مثل ما عندنا في الشبكات السلكية هناك كلاينت سيرفر، هناك بير تو بير. الكلاينت سيرفر يعني تتكون من شبكة فيها سيرفر اللي هو يعتبر الانفراستراكشر والكلاينتس اللي ترتبط به وتتحصل من عند الخدمة، في حين شبكات البير تو بير هي الشبكات التي يتم تأسيسها ما بين الحاسبات الشخصية مع بعضها البعض أو ما بين الأجهزة الشخصية بدون وجود انفراستراكشر، بدون وجود يعني بنية أساسية أو تحتية للشبكة. نفس الحالة في الشبكات اللاسلكية، هناك شبكات لاسلكية تكون هي من نوع كلاينت سيرفر واللي هي يكون بها مثلا يعني برج الاتصال أو برج الخدمة، توفير الخدمة اللي هو السيرفر، وبقية الأجهزة اللي ترتبط به تكون على شكل كلاينتس. إلا أنه أغلب أنواع الشبكات اللاسلكية في عالم اليوم هي من نوع الأد هوك. الأد هوك اللي هي بير تو بير تماما بالضبط مثل البير تو بير، ولكنها بالنسبة للشبكات اللاسلكية أغلب أنواع هذه الشبكات هي تتكون بال مثلا الوايرلس سنسر نتوركس، شبكات التحسس اللاسلكي، والشبكات اللي هي تكون جزء من إنترنت الأشياء، إنترنت أوف ثينكس، تكون كلها من نوع الأد هوك. فهذا النوع من الشبكات يعني مثل ما هو معروف يعني تتكون من تقارب مجموعة من الأجهزة اللاسلكية مع بعضها البعض، بحيث تكون كل واحدة منهن هي ضمن الـ coverage range أو يعني ضمن الـ detection range، ضمن يعني نطاق التغطية الخاص بالأجهزة الأخرى. فعندما تكون متقاربة من بعضها البعض تكون شبكة فيما بينها. بعض الأحيان تكون هذه الشبكة يعني فقط الوظيفة الرئيسية لها هي جمع معلومات وإرسالها إلى المستخدم، مثل ما هو موجود في الوايرلس سنسر نتوركس، شبكات التحسس اللاسلكي. هذه الشبكات ايضا يعني من مواصفاتها انه هي تنظم نفسها، اللي هي سيلف اورجنايزد، تنظم نفسها بشبكه بحيث انه تكون تختار بعض واحده من هذه الاجهزه لكي يكون الماستر نود اللي هو العقده الرئيسيه او العقده المركزيه، واللي هي تشبه تقريبا عمل السيرفر في شبكات الكلاينت سيرفر، بحيث انه هذا الماستر نود يقوم بجمع المعلومات من كافه الاجهزه الاخرى المرتبطه به لاسلكيا ثم توجيهها الى السينك نود او الى المونيتورنج سيرفيس او الى اخره، الى المكان اللي يفترض أن تصل إليه البيانات. فهناك طبعا الكثير من التفاصيل والأمور المتعلقة بهذا النوع من الشبكات اللي هي الأد هوك نتوركس، إلا أنها بصورة عامة شبكات لاسلكية تتكون من تقارب مجموعة من الأجهزة مع بعضها البعض بدون وجود مصدر للخدمة، يعني ليس هي غير مرتبطة بشبكة لاسلكي مثلا سيلولر خلوية، وليست مرتبطة بشبكة منزلية مثلا فيها راوتر أو غيرها، مجرد أجهزة تتقارب مع بعضها البعض وتكون هي ضمن نطاق التغطية لبعضها البعض الآخر، فتتشارك في إنجاز مهمة معينة. بروتوكولات التوجيه الروتينج الخاصة بهذا النوع من أنواع الشبكات تختلف تماما عن البروتوكولات التوجيه الموجودة في شبكات الكلاينت سيرفر، لأنه في الكلاينت سيرفر تكون الأجهزة يعني في أغلب الأحيان هي مرتبطة سلكيا أو حتى إذا كانت لا سلكيا إلا أنها تحتوي على مصدر طاقة كهربائية يكون أكبر عادة أو يتحمل مدة أطول من الشبكات اللي هي أد هوك. فبالتالي يعني أي نوع من أنواع صرف البروسيسنج أو الميموري أو الباور اللي هي الإنرجي راح تكون مقبولة بالنسبة لهذا النوع من الشبكات، في حين أنه بالنسبة للأد هوك نتوركس إحنا نحاول أنه نجعل توجيه البيانات وإرسالها واستقبالها بأقل جهد ممكن وبأقل صرف للطاقة، لأنه هي عادة تكون باتري دريفن، يعني أنه تكون هذه الأجهزة مشغلة عن طريق الباتريات أو البطاريات. فبالتالي كلما صرفنا يعني جهد أكثر في الاتصالات كلما قل عمر البطارية وكلما قل عمر الجهاز، وبالتالي يعني تنتهي الشبكة بأسرع وقت ممكن. فأغلب أنواع البحوث في هذا المجال هي تركز على كيفية تقليل الكوميونيكيشن كوست أو الأوفرهيد اللي هو العبء أو الحمل الإضافي الناتج عن توجيه البيانات أو عمل البرودكاست أو المالتيكاست إلى آخره، اللي راح نتحدث عنه اليوم إن شاء الله، واللي ربما يكون يعني مجموعة من الفيديوهات وليس فيديو واحد، هو الأد هوك أون ديماند ديستانس فيكتور اللي هو الأي أو دي في راوتينج، اللي هي طبعا أحد يعني أحد تقنيات التوجيه في هذا النوع من الشبكات، واللي هي من اسمها أون ديماند يعني يتم طلبها أو يتم يعني استدعاء هذه الخوارزمية عند الحاجة فقط، واللي هي لذلك تسمى reactive or on demand، أي أنها هي خوارزمية تفاعلية أو يعني تعمل كاستجابة لحاجة معينة لتوجيه البيانات. يعني إذا كان هناك عقدتين أو يعني جهازين في الشبكة يريد أحدهما إرسال بيانات إلى جهاز آخر، وراح يقوم هذا الجهاز بفحص routing table اللي هو جدول التوجيه ليرى هل هناك هل يوجد الجهاز destination موجود في داخل routing table، معروف الطريق او المسار او الراوت للوصول الى هذا الديستنيشن او لا. اذا كان موجود راح يستخدمه، اذا كان غير موجود راح يحتاج انه
يطلب هذه الخوارزمية اللي هي on demand، يعني هي يتم استدعائها عند الطلب. تعتبر هذه الخوارزمية أحد مشتقات خوارزمية الـ DSDV. الـ DSDV اللي هي كما هو موجود في الإنترنت، اللي هي Destination Sequenced Distance Vector Routing Table، اللي هي أيضا Table Driven Routing Scheme for Ad Hoc Mobile Networks، وأيضا هي يعني مؤسسة أو تم اشتقاقها من الـ Belmont Ford Algorithm، تم تطويرها باستخدام لغة السي Perkins and P something like that سنة 1994. فهذه تعتبر هي الخوارزمية الرئيسية لشبكات الأد هوك، واللي من أجلها تم اشتقاق خوارزميتنا اللي نتحدث عنها اللي هي الاي او دي في. يوزز يوني باي دايركشنال لينكس، يعني انها تستخدم الروابط من اللي هي باي دايركشنال. باي دايركشنال اي انه كل نفس الرابط يكون هو ارسال واستقبال، واللي هو شيء طبيعي موجود في شبكات اللاسلكيه. يعني اغلب الاجهزه اللاسلكيه الموجوده اليوم سواء كانت اجهزه نقاله يعني موبايل سيستمز او وايرلس سنسر نتوركس او انترنت اوف ثينكس، كل انواع الاتصالات فيها هو باي دايركشنال، يعني ارسال واستقبال في نفس الوقت. الراوت ديسكفري سايكل يوزد فور راوت فايندينج، يعني مثل ما ذكرنا اذا كان الجهاز اي يريد ارسال بيانات الى الجهاز بي، سيقوم بالبحث في داخل الراوتينج تيبل الخاص بهذا الجهاز. فاذا كان هناك راوت او مسار او طريق موجود في داخل هذا التيبل يؤدي الى الجهاز بي، سيقوم باستخدامه. other than that، يعني otherwise اذا لم يكن هناك هذا الراوت موجود، راح يحتاج الى راوت ديسكفري سايكل، اللي هي دورة اكتشاف المسار لإيجاد المسار إلى الجهاز اللي هو destination المطلوب. طبعاً maintenance of active routes، يتم صيانة المسارات الفعالة، لأنه مثل ما ذكرنا الأجهزة هي موبايل، يعني تكون في حالة حركة دائمة. يعني إذا تحرك جهاز A وخرج عن نطاق التغطية لجهاز B، هذا يعني أنه الراوت الموجود في بينهما راح ينقطع، وبالتالي يجب البحث عن راوت آخر ليعوض عنه للاتصالات المستقبلية وهكذا. ايضا يتم استخدامه يسمى بالسيكونس نمبرز، اللي هي الارقام التسلسليه، تستخدم فور لوب بريفنشن. يعني اذا كان الجهاز اي يريد ارسال البيانات الى الجهاز سي وارسلها الى البي مثلا، ثم البي يقوم بارسالها الى السي، اذا كان هناك يعني اجهزه اخرى في الطريق فانها ايضا ستستلم الرساله، لكي نمنع حصول اللوب انه البي سيرسل الى السي والسي سيرسل الى الدي والدي سيرسل الى الاي مره اخرى، لكي نمنع هذه الحاله اللوب اللي هو يعني الحاله الدائريه للارسال. نستخدم السيكونس نمبر بحيث انه الجهاز الذي يقوم بارسال الباكيت رقم 35 مثلا سيقوم بعدم ارسالها مره اخرى اذا استلمها من جهه اخرى، لكي نمنع حصول عمليه اللوب. اند راوت فريشنس كرايتيريا، يعني ايضا دائما نبحث عن الراوتس اللي هي فريش، اللي هي حديثه او جديده. كلما كان الراوت اقدم كلما كان استخدامه اقل، وبالتالي يا اما نعمل له مينتنس صيانه وتجديد، ويا اما نقوم بحذف هذا الراوت. Provides a unicast and multicast communication، مثل ما هو موجود في كل أنواع الاتصالات، هناك unicast اللي هو من جهاز واحد إلى جهاز واحد، والmulticast اللي هو من جهاز واحد إلى عدة أجهزة في الشبكة، وطبعاً أيضاً البرودكاست موجود في كل أنواع الاتصالات اللاسلكية. When routes are not used, get expired and discarded، يعني الروتس المسارات بين الأجهزة المرسلة والأجهزة المستقبلة إذا لم تستخدم فإنها تصبح expire، يعني ينتهي صلاحيتها ويتم إهمالها، وبالتالي راح يقلل لنا عدد الراوتس اللي هي مهمله او غير مستخدمه، وكذلك يقلل الحاجه الى صيانه المسارات، لانه المسار غير مستخدم عندما يتم اهماله او حذفه فما راح نحتاج انه نقوم بعمليه مينتنس صيانه لهذا الراوت واكتشافه من جديد او المحافظه عليه في الراوتينج تيبل. كذلك يقلل عدد الاكتيف راوتس المسارات الفعاله بين اي جهازين سورس وديستنيشن. Can determine multiple routes between a source and destination but implement only a single route، يعني على الرغم من أنه يستطيع إيجاد عدة مسارات بين المصدر والهدف إلا أنه يستخدم واحد منهم فقط، يعني ما يستخدم مثل ما هو موجود في شبكات الكلاينت سيرفر أنه الباكيت الواحد أو السيجمنت الواحد ممكن يتقطع إلى عدة باكيتس، وكل واحد منهم يتخذ مسار معين من السورس إلى destination، ممكن يكون مو نفس المسار، إلا أنه في هذه الأد هوك نتوركس راح يستخدم فقط single route، يعني مسار واحد، لأنه هناك صعوبة في إدارة المسارات المتعددة بين نفس السورس والديستنيشن. وكذلك إذا حصلت حالة قطع في واحدة من الراوتس المستخدمة، فراح يكون من الصعب معرفة إذا كانت الراوتات الأخرى أو المسارات الأخرى متوفرة أو أنها قطعت أيضا. هنا نقصد به أنه الراوت بريكس، يعني يتم يقطع المسار إذا تحرك أي واحد من هذه الأجهزة اللاسلكية من مكانه إلى مكان آخر بحيث يصبح خارج نطاق التغطية للأجهزة الأخرى، أو إذا انطفأ الجهاز، أو إذا خرج خارج الخدمة، أو إذا تم إطفاء الواي فاي مثلا، أو أي نوع من أنواع
اتصالات لاسلكية في هذا الجهاز، فهذا الجهاز إذا كان في الوسط ما بين السورس والديستنيشن راح يقطع الراوت، راح يقطع المسار الموجود في هذه الشبكة بين السورس والديستنيشن. كذلك يعني استخدام مسار واحد بين السورس والديستنيشن راح يقلل البوك كيبينج، بوك كيبينج اللي هي عملية السيفينج، الحفظ والميموري يعني المطلوبة لكل الراوتينج تيبلز. إذا حافظنا على مسار واحد بين السورس والديستنيشن راح نقلل من حجم الراوتينج تيبل، وبالتالي راح نقلل من يعني خزن البيانات واستهلاك الطاقة وإلى آخره. كذلك من مواصفات هذا البروتوكول أنه يستخدم ما يسمى discovers routes as and when necessary، يعني هو يكتشف المسارات عندما يتم، عندما يكون ذلك ضروريا، يعني عندما يتم طلب ذلك. يعني إذا لم يكن هناك أي جهاز يريد إرسال أي بيانات إلى جهاز آخر لن يكون اكتشاف المسارات هو ضروريا ولن يتم استدعاء هذا البروتوكول. doesn't maintain routes from the every node to the every node to every other node، يعني ليس هناك مسار محدد من كل السورس نودز إلى كل الديستنيشن نودز. يعني إذا كان هناك 50 جهاز في هذه الشبكة المتكونة بشكل مؤقت، فلن يكون هناك مثلا 50 أس 50 من المسارات ما بين كل هذه الأجهزة مع بعضها البعض، يعني لن يكون هناك شبكة مش all to all من كل جهاز إلى كل جهاز آخر، وإنما سيتم اكتشاف المسارات فقط عند الحاجة. كذلك routes are maintained just as long as necessary، المسارات يتم صيانتها وإدامتها فقط طالما كانت هي مطلوبة، وكل نود راح يقوم بالمحافظة على يعني increasing sequence number، أي أنه يقوم بزيادة sequence number اللي هو الرقم التسلسلي الخاص به كلما لاحظ هناك تغير في neighborhood topology. يعني كل واحد من هذه الأجهزة اللاسلكية مثل ما ذكرنا ليش لن يكون هناك شبكة رئيسية متحكمة بمثابة السيرفر التي تقوم بتنظيم الأجهزة الأخرى، وإنما كل جهاز يكون هو المسؤول عن إدارة بياناته وإدارة الأمور الخاصة به لوحده، وبالتالي يقوم كل جهاز بزيادة السيكونس نمبر الخاص به كلما لاحظ تغير في التوبولوجي للأجهزة المجاورة له. أيضا هذه الخوارزمية تستخدم الراوتينج تيبلز مثل ما ذكرنا اللي هي جداول التوجيه لخزن معلومات التوجيه، واللي هي سيكون هناك يعني نوعين من انواع الراوتينج تيبلز اللي هو راوتينج تيبل لليونيكاست وراوتينج تيبل للمالتي كاست. يعني اللي هي 1 تو 1 راح يكون لها راوتينج تيبل خاص، وال1 تو ماني راح يكون ايضا لها راوتينج تيبل خاص بها ثاني. كل راوتينج تيبل راح يحفظ جداول اللي هو سجلات، يعني كل سجل من هذه السجلات راح يحتوي على ديستنيشن ادرس، النكست هوب ادرس، الديستنيشن ادرس اللي هو عنوان الهدف، عنوان النود المقبل يعني اذا كان اي بي سي دي، واذا كان الاي يريد الوصول الى الدي فالبي راح يكون هو النكست هوب يعني اللي هو القفزه المقبله يعني من جهازنا الى الجهاز المقبل. ديستنيشن سيكونس نمبر ايضا مثل ما ذكرنا كل جهاز راح يكون له سيكونس نمبر رقم تسلسلي خاص به، واللايف تايم، اللايف تايم اللي هي يعني تايم تو ليف مشابهه للتايم تو ليف في الراوتينج تيبلز او الراوتينج الجوريثمز الموجوده في شبكات الكلاينت سيرفر، اللي هو الوقت الذي يستغرقه هذا الجدول أو هذا السجل قبل أن يتم حذفه وإلغاءه من الراوتينج تيبل. كذلك for each destination a node maintains a list of predecessor nodes، يعني كل destination لكل يعني حاسب هدف أو لكل جهاز هو destination هدف يقوم كل الأجهزة الأخرى بصيانة المسار الذي يوصلها إلى هذا destination. طبعا العقد السابقة هي التي تساعد في صيانة الراوتس. Lifetime updates every time the route is used، يعني العمر أو الحياة الخاصة بكل واحد من جداول الراوتينج تيبل يتم تحديثها كلما استخدم هذا الراوت، أي أنه إذا كان هناك راوت أو مسار لا يستخدم لمدة طويلة فإنه راح يكون expire يعني تنتهي صلاحيته ويتم حذفه من الراوتينج تيبل. كذلك الخطوة الأولى في هذا البروتوكول هي الراوت discovery اللي هي اكتشاف المسارات. عندما يتمنى أو عندما يريد أحد العقد أو أحد الأجهزة في هذه في الشبكة إرسال باكيت معين إلى destination، فإنه راح يقوم بفحص الراوتينج تيبل لإيجاد هل أن هذا destination موجود أو لا. إذا كان موجودا فسيقوم مباشرة بتوجيه البيانات إليه، إذا لم يكن موجودا فراح يقوم بالبدء بعملية الراوت discovery process اللي هي عملية اكتشاف المسار. الروت ديسكفري بروسيس راح تبدا بانشاء ما يسمى بالروت ريكوست اللي هي الار ار اي كيو باكيت، هذا الباكيت خاص اللي هو يعني الهدف من عنده مثل ما هو من اسمه روت ريكوست اللي هو طلب المسار، واللي هو راح يكون من السورس نود اللي هو راح يقوم بانشائه والهدف من عنده هو الوصول الى الديستنيشن. هذه الباكيت طبعا راح تحتوي على السورس نود اي بي ادرس، السورس نود كرنت سيكونس نمبر، ديستنيشن اي بي ادرس، ديستنيشن سيكونس نمبر، هذه الاربع معلومات راح تكون موجوده في هذا الروت ريكوست، ثم يتم يعني عملية برودكاست
هذا الباكيت راح يحتوي على البرودكاست اي دي نمبر. الاي دي هو الايدنتيفيكيشن نمبر اللي هو يستخدم لتمييز هذا الباكيت عن الباكيتات الاخرى. يعني اذا كان هناك جهازين او ثلاثة يقومون بطلب راوت الى اجهزة معينة، فكل واحد منهم راح يقوم بارسال راوتينج ريكوست REQ، فلكي نميز الراوتينج ريكوست الخاص بالجهاز اي عن الراوتينج ريكوست الخاص بالجهاز بي وسي ودي الى اخره، نميز كل واحد منهم باي دي اللي هو الايدنتيفيكيشن نمبر، اللي هو البرودكاست ايدنتيفيكيشن نمبر الخاص بكل واحد من هذه الراوتينج ريكوست. طبعا هذا البرودكاست اي دي جيتس انكريست ايش تايم ا سورس نود يوزز راوتينج ريكوست. يعني الجهاز اي اذا طلب الراوت الاول راح يسمي راوتينج ريكوست 1 رقم 1، اذا طلب راوتينج ريكوست مره ثانيه راح يسميه 2 و3 وهكذا. البرودكاست اي دي اند ذا سورس اي بي ادريس فور ذا يونيك ايدنتيفاير فورم ا يونيك ايدنتيفاير. طبعا البرودكاست اي دي والسورس اي بي ادريس هذين الاثنين راح يشكلن المعرف المميز لهذا الراوتينج ريكوست اللي هو طلب المسار. بعد ذلك البرودكاست از دان فيا فلودينج، يعني عمليه البث تتم عن طريق الاغراق. فلودينج اللي هو يعني الاغراق، اللي هو كل نود يقوم بارسال الباكيت الى كل النودات المجاوره له. الفلودينج مثل ما راح نشوفها ان شاء الله هي انه السندر اذا كانت عندنا جهاز اسمه اس راح يقوم ببرودكاست اللي هو البث وارسال الباكيت اللي هو الكنترول باكيت بي الى كل الجيران، الى كل النودات المجاوره له. طبعا النودات المجاوره له نقصد بها النودات او العقد او الاجهزه اللاسلكيه اللي هي تكون ضمن الكفرج اريا، ضمن مساحه التغطيه الخاصه بهذا الجهاز اللي هي اسمه اس. كل نود من هذه الاجهزه من او كل نود من هذه العقد اللي راح يستلم هذه الباكيت بي راح ايضا يقوم بتوجيهها وتقديمها الى العقد المجاوره له وهكذا. طبعا السيكونس نمبر راح يساعد على تجنب الفوروردنج اوف ذا سيم باكيت مور ذان وانس. يعني كل واحد من هذه الاجهزه راح يستلم النود الباكيت اللي اسمها بي، وراح يشوف السيكونس نمبر الخاص بها، يعني اللي هو الرقم التسلسلي الخاص بهذه العقده او بهذا الباكيت. اذا كان الرقم نفسه يعني يمر على هذا النود عده مرات راح يقوم بارساله في المره الاولى فقط ويهمل ذلك يعني في المرات الاخرى. الباكيت بي طبعا راح يصل الى الديستنيشن فقط اذا فرضنا انه ديستنيشن دي اللي هو جهاز موجود ضمن مساحه التغطيه الخاصه ببقيه الاجهزه اللي هو ريتشابل، يعني قابل للوصول اليه. طبعا النود دي راح يتوقف عن يعني تقديم هذا الباكيت لانه هو المقصود به، فراح يقوم بارسال راوتينج ريبلاي اللي هو يعني رد على هذه الرساله. مثل ما راح نشوف هنا بهذا المثال انه اذا كان عندنا السورس نود اللي هو الجهاز الذي يريد ارسال باكيتات او بيانات معينه الى الجهاز دي، راح يقوم هو مباشره بارسال البيانات الى كل او الراوتينج ريكوست الى كل الاجهزه المجاوره له اللي هي عمليه الفلودينج اللي هي الفيضان او يعني البرودكاست اللي هو البث. مثل ما اشوف الاس راح يرسلها الى الاي والسي والبي، بعد ذلك الاي والسي والبي كل واحده منهم راح تقوم بتوجيهها الى الاجهزه الاخرى. طبعا الاي استلمت الباكيت، هي صحيح استلمتها من الاس، ولكنها ايضا راح تقوم بارجاعها مره اخرى الى الاس وتقوم بارسالها الى الاف والى السي. نفس الحاله السي راح ترسلها الى الاي والجي والاتش، والبي راح تقوم بارسال راوتينج ريكوست الى الاس والاتش والاي وتستمر العمليه. بالنسبه للسي نفس الحاله، بهذه المره ايضا يعني الجي راح تقوم بارسالها الى كل النودات الاخرى، وايضا راح تقوم بارسالها الى السي. لاحظ انه السي راح تستلم الباكيت من الاتش ومن الجي في نفس الوقت، وربما يكون هناك يعني عمليه كوليجن او تصادم، وبالتالي راح يعني تخرب البيانات لانه كل هذه الارسالات هي ارسال لاسلكي. مثل ما نحن نعرف سابقا انه اذا تم ارسال رسالتين على نفس التردد يعني في نفس الوقت راح ممكن انه يصير بيناتهم كوليجن اللي هو تصادم، وبالتالي يتم تخريب كلا الرسالتين وعدم فهمها. بعد ذلك يعني راح تستمر عمليه البرودكاست من واحد الى الاخرى حتى تصل الى الدي. الدي طبعا في هذه الحاله راح ما يقوم بارسال البيانات الى الان، لانه هو اصلا هو المعني، فما راح يكمل، راح عنده تقف الرساله ثم يقوم بارجاع راوتينج ريبلاي. بالنسبه للاجهزه الاخرى اللي هي خارج نطاق التغطيه لهذه الاجهزه او لهذه الشبكه ايضا لن تصل اليها الرسائل. فنلاحظ انه مثلا ترانسميشن ماي كولايد مثل ما ذكرنا، دي هنا راح تصل اليها الرساله في بنفس الوقت من الجي والكي، فممكن تحصل عندنا عمليه الكولايد اللي هي التصادم، وبالتالي ان الباكيت يعني ممكن ان يتم تضيع يعني، وايضا الدي اللي هي مقصوده ممكن ان لا يصل اليها الباكيت المعني. نلاحظ هنا ايضا الان ممكن تودي البيانات الى الال او ما توديها، يعني حسب التايمينج او التسلسل الزمني. الان
والزت والواي راح لن يصل اليها الباكيت اللي هو راوتينج ريكوست، لانه احنا هذه هي طبعا ايضا هي خارج نطاق الخدمه او نطاق التغطيه لهذه الاجهزه، والان لن تقوم الدي بتوجيه البيانات لها لانه هي المعنيه بهذا الشيء، فراح تصل اليها الرساله وتتوقف. بعد ذلك لاحظ انه الفلودنج ماي ديليفر باكيتس تو تو ماني نودز. المشكله بالفلودنج انه قد يقوم بارسال الباكيت الى الكثير من النودات، يعني اكثر من الحاجه، وفي أسوأ الحالات راح يقوم بإرسال الراوت ريكوست إلى كل النودات في الشبكة إذا كانت كلها قابلة للوصول. يعني إذا صورنا أنه الأس هو اللي يريد السورس والدي ربما يكون هنا ديستنيشن، فراح تكون كل الأجهزة في الشبكة تصل إليها الباكيت قبل أن تصل إلى الهدف المعني، وبالتالي هذا راح يكون هو أوفر هيد، و يعني به الكثير من الخسارة في الوقت والكوميونيكيشن والميموري وغيرها. طبعا السمري لهذه الفلودنج، ماني بروتوكولز، يعني الكثير من البروتوكولات تستخدم الفلودنج لارسال رسائل التحكم بدلا من رسائل البيانات. الكنترول باكيتس ار يوزد تو ديسكفر راوتس، يعني الباكيتات الخاصه بالتحكم اللي هي راوتينج ريكوست وراوتينج ريبلاي تستخدم في اكتشاف المسارات. المسارات المكتشفه ايضا راح تستخدم في ارسال الباكيتات الخاصه بالبيانات. الاوفر هيد اوف كنترول باكيتس فلودنج، يعني الاوفر هيد او العبء الاضافي الذي ينتج من ارسال هذه الرسائل للتحكم راح يتم يعني تلافيه او يعني تجاوزه من خلال ارسال الداتا باكيتس ما بين كل تو كنترول باكيتس. يعني كل ما يروح عندنا راوتنج ريكوست ويرجع عندنا راوتنج ريبلاي راح ترسل البيانات اللي هي الداتا باكيتس بعد ذلك مباشره، وبالتالي هذا راح يقلل لنا الاوفر هيد بحيث انه يكون عندنا يعني intersection أو تداخل ما بين هذه الكنترول باكيتس والداتا باكيتس، بحيث لن تكون هناك فقط وقت مصروف للكنترول باكيت لوحدها، وبالتالي فإن الأوفرهيد الناتج من هذا النوع من الباكيتات راح يتم تجاوزه أو تلافيه بإرسال الداتا باكيتس. الأدفانتجز الخاصة بالفلودينج، السبليسيتي اللي هي البساطة، مثل ما لاحظ أنه كل واحد من الأجهزة راح يقوم بإرسال الرسالة المستلمة له الى كل الاجهزه الاخرى، وبالتالي هذا راح يعني يحتاج الى جهد برمجي بسيط وجهد معالجه بسيط لانه هو فقط توجيه الى كل الاجهزه الاخرى. قد يكون هذا النوع من انواع الفلودنج اللي هو البرودكاستنج او البث او الفيضان لكل الاجهزه الاخرى، قد يكون هو مور افيشنت، يعني قد يكون اكثر كفاءه من بقيه البروتوكولات، خصوصا اذا كان لدينا الانفورميشن ترانسميشن از لو انف، يعني اذا كان لدينا معدل الارسال يعني قليل جدا، فان هذه الانواع هذا النوع من الفلودنج راح يعني ما ياثر على الاوفر اول بيرفورمانس اداء العام للشبكه. كذلك هذا السيناريو قد يحصل عندما يكون لدينا مثلا النودات ترسل سمول داتا باكيتس ريليتيفلي انفريكوينتلي، يعني اذا كان لدينا فقط باكيتات البيانات هي صغيره وترسل بشكل يعني نادر يعني انفريكوينتلي يعني بشكل غير متكرر بشكل كبير، وبالتالي هنا راح يصير عندنا يعني هذه العمليه الفلودنج تكون اكثر كفاءه من بقيه البروتوكولات الاخرى. potentially higher reliability of data delivery، يعني ممكن تكون هي اكثر وثوقيه في ارسال البيانات لانه هي راح تضمن وصول البيانات الى الديستنيشن مهما كان الديستنيشن بعيد عن السورس من خلال يعني المالتي هوبس اللي هي القفزات المتعدده من السورس الى الديستنيشن. الديسادفانتجز الخاصه بهذا الفلودنج انه potentially very high overhead، يعني غالبا هو يحمل الكثير من العبء الاضافي، مثل انه مثل ما لاحظنا كل الاجهزه راح تقوم باعاده ارسال نفس الباكيت الى كل الاجهزه المجاوره لها، وبالتالي هذا راح يتضمن يعني وصول الرساله الى عدد كبير من الاجهزه اللي هي يعني غير معنيه بالاتصال. potentially low reliability of data delivery، ايضا مثل ما لاحظنا انه الدي ممكن اللي هو الديستنيشن الخاص بنا ممكن ان تصل اليه الرساله من عده اجهزه في نفس الوقت، مما يحصل يعني مما يسبب الكوليجن اللي هو التصادم، وبالتالي ممكن انه ما تصل الرساله الى الديستنيشن المطلوب. كذلك بالنسبه للنودات الجي والكي قد ترسل الى الدي مباشره مثل ما ذكرنا سيمولتينوسلي، مما يؤدي الى فقدان الباكيتات المطلوبه، وبالتالي فان الديستنيشن would not receive the packets at all، يعني في بعض الحالات الديستنيشن المطلوب راح ما يستلم الراوت ريكوست يعني في هذه الحاله، وبالتالي راح ترجع رساله الى السورس تقول له بانه الديستنيشن المطلوب هو غير يعني unreachable لا يمكن الوصول اليه، في حين هو يمكن الوصول اليه بالوضع الطبيعي لانه استخدام بروتوكول الفلودنج هو اللي سبب هذه المشكله. هذه الكثير من الادفانتجز والديز ادفانتجز الخاصه بالفلودنج، الفلودنج اللي هو الوسيله المستخدمه من قبل الـ IDOT للراوتر ديسكفري. راوتر ديسكفري هو اللي هو الخطوة الأولى في هذه العملية. بعد ما حص يعني
حددنا الراوت ريكوست مثل ما ذكرنا، راح يصير عندنا اكو ما يسمى بالراوت ريبلاي، اللي هو كل واحد من الاجهزه اللي استلمت راوت ريكوست راح ترجع راوت ريبلاي، اللي هو يعني رد على طلب المسار الى العقده التي استلمت منها الراوت ريكوست، حتى تصل مباشره وترجع الى السورس. مثل ما نلاحظ هنا مثلا النود اس راح يرسل، اذا النود اس راد يعرف المسار اللي يوصل الى النود دي، راح يقوم بارسال راوت ريكوست الى الاي، الاي طبعا ايضا راح يقوم بارجاع راوت ريبلاي الى اس، وبنفس الوقت ايضا يقدم راوت ريكوست الى السي والبي. السي والبي ايضا نفس الحاله راح يرجعون راوت ريبلاي الى الاي، هنا راح راوت ريبلاي وراوت ريبلاي، وبنفس الوقت هم راح يقدمون راوت ريكوست الى الدي. بما انه السي يحتوي على العنوان الخاص بالدي، مباشره راح من يرجع راوت ريبلاي راح يخبر الاي بانه هو يعني نايبر او جار مباشر الى الدي الديستنيشن المطلوب، وبالتالي راح يخبر الاي بانه هو يستطيع الوصول الى الدي. الاي راح يقوم بدوره ايضا بابلاغ الاس بانه هو تم العثور على المسار الذي يوصلنا الى الدي، وبالتالي يعني تكتمل العمليه بهذه الطريقه. الخطوه الثانيه اللي هي الفورورد باث سيت اب، هذا طبعا ان شاء الله راح نتحدث عنها بالدرس القادم، فخليكم ويانا لانه طولنا عليكم شويه. شكرا جزيلا، مع السلامه.